السلام عليكم ورحمة الله. إلى اليوم عندنا الصفحة 36، الأعداد من 0 إلى 999999 الضرب. إذا دائما أكمل جداول الضرب مستعينا بتقنية السلم، وقلنا دائما تقنية السلم هي التي تعتمد على الخطوط العمودية والخطوط الأفقية. إذا عندنا 9 في 1 تساوي 9، 9 في 8 تساوي 72، 9 في 6 54، 9 في 2 18، 9 في 5 45، 9 في 10 90، 9 في 3 تساوي 27، 9 في 7 63، 9 في 4 36، 9 في 9 81. إذن أقارن الأعداد التالية باستعمال الرمز أكبر أصغر أو يساوي. إذن دائما للمقارنة نحسب أولا عدد الأرقام في كل عدد، ثم نمر إلى مقارنة الرتب. إذن العدد الأول عندي 5 أرقام، وفي العدد الثاني عندي 6 أرقام. إذن هنا بلا ما نقارن الرتب، فالعدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذن العدد اللي كيكون فيه أكبر عدد من الأرقام هو اللي كيمثل لي أكبر عدد. بالنسبة للمثال الثاني، إذن عندي 5 أرقام في العدد الأول وخمسة أرقام في العدد الثاني. إذن غادي نقارن أكبر رتبة اللي هي عشرات الآلاف. إذن عندي 6 ندوز وحدات الألف 3 وغادي نمر المئات 0 9. إذا 0 أصغر من 9. إذا 6 متساويين كنمر 3 متساويين كنمر المئات اللي عندي فيها هنا 0 هنا 9. إذا 0 أصغر من 9. بالنسبة للمثال الموالي، إذا عندي في العدد الأول 6 أرقام، في العدد الثاني كذلك 6 أرقام. إذا غادي نقارن أكبر رتبة عندي 100 ألف 5 5. إذا متساويين غادي ندوز لعشرات الآلاف، هنا عندي 1 هنا عندي 0، إذا 1 أكبر من 0. إذا في المثال الموالي، إذا هنا عندي 4 أرقام وهنا عندي 5 أرقام، إذا العدد اللي فيه أكبر عدد من الأرقام هو اللي كيشكل لي أكبر عدد. ثم في المثال الأخير، إذا عندي 6 ديال الأرقام هنا، عندي 6 ديال الأرقام هنا، إذا غادي نقارن من 100 ألف، إذا عندي 3 وهنا عندي 3، إذا 100 ألف متساويين غادي نمر لعشرات الآلاف، إذا عندي 9 وهنا عندي 1، إذا 9 أكبر من 1. إذا بالنسبة لتمرين 3، إذا عندي أحسب ما يلي: إذا 9 في 4 36، أكتب 6 أحتفظ بالثلاثة، 9 في 6 54 زائد 3 57، أكتب 7 أحتفظ بالخمسة، و 9 في 8 72 زائد 5 77. العملية الثانية، إذا 9 في 4 36، أكتب 6 أحتفظ بالثلاثة، 9 في 9 81 زائد 3 84، أكتب 4 أحتفظ بالثمانية، و 9 في 3 أو 9 في 7 63 زائد 8 تساوي 71. بالنسبة للمثال الثاني، عندي 9 في 2 18، أكتب 8 أحتفظ بالواحد، 9 في 1 9 زائد 1 10، أكتب 0 أحتفظ بالواحد، و 9 في 5 45 زائد 1 46. إذا 9 في 2 18، أكتب 8 أحتفظ بالواحد، 9 في 6 54 زائد 2 56، أكتب 6 أحتفظ بالخمسة، و 9 في 7 63 زائد 5 68. وبالنسبة للعملية الأخيرة، 9 في 3 27، أكتب 7 أحتفظ بالاثنين، 9 في 8 72 زائد 2 74، أكتب 4 أحتفظ بالسبعة، و 9 في 9 81 زائد 7 تساوي 88. إذن بالنسبة للمسائل، إذن عندنا بمناسبة حفل عيد ميلاد شيماء، اشترت الأم 29 قطعة حلوى، ثمن كل واحدة 8 دراهم. إذا ما المبلغ الذي دفعته الأم؟ إذا المبلغ الذي دفعته الأم، دائما نوظف الأسئلة الأربع. إذا ما المعلومات، السؤال الأول ما المعلومات المقدمة في المسألة؟ إذا عندنا 29 قطعة وعندنا 8 دراهم، ما المطلوب إنجازه؟ إذا حساب المبلغ الذي دفعته الأم. ما الذي ينبغي القيام به؟ إذا أي عملية سنوظف؟ إذا هنا قلنا إذا اشترت الأم 29 قطعة حلوى، ثمن كل قطعة حلوى 8 دراهم. إذا هنا نبحث عن الكل انطلاقا من أجزاء متساوية، إذا ثمن كل قطعة هو 8 دراهم، إذا 29 في 8 تساوي، وغادي نقوم بالعملية هنا، إذا 29 ضرب 8، 8 في 9 72، أكتب الإثنان أحتفظ بالسبعة، 8 في 2 16 زائد 7 23،
إذن هنا 232. إذن المبلغ الذي دفعته الأم هو 232 درهما. وبالنسبة للمسألة الثانية، إذن يمتلك أو يملك فلاح 9 بقرات تنتج كل بقرة 25 لترا من الحليب كل يوم. يضع الفلاح كمية الحليب في قنينات تتسع ل5 لترات. كم عدد القنينات التي سيحتاجها الفلاح كل يوم؟ إذا بالنسبة للسؤال الأول، ما المعلومات المقدمة في المسألة؟ إذا عندنا 9 بقرات، عندنا 25 لتر، وعندنا 5 لترات. إذا ما المطلوب إنجازه؟ إذا حساب كم عدد القنينات التي سوف يحتاجها الفلاح يوميا. إذا ما الذي ينبغي القيام به؟ إذا سنوظف عمليتين، عملية الضرب وكذلك عملية القسمة، لأننا نبحث عن الجزء انطلاقا من الكل. إذا بالنسبة للعملية الأولى، سنحسب كمية الحليب التي ينتجها هذا الفلاح يوميا. إذا عندنا 9 بقرات، كل بقرة تنتج 25 لتر، إذا ندير 25 في 9 تساوي، إذا 25 ضرب 9، 9 في 5 45، أكتب 5 أحتفظ بالأربعة، 9 في 2 18 زائد 4 22. إذا ينتج هذا الفلاح أو بقرات هذا الفلاح تنتج 225 لترا يوميا، ويقوم بتوزيع هذه الكمية على قنينات تتسع ل5 لترات. إذا سنقوم بقسمة هذا العدد على 5 لمعرفة كم ينتج، كم قنينة سيحتاج. إذا 225 225 مقسومة على 5، إذا عندي رقم 1 في المقسوم عليه أخذ رقم 1 في المقسوم، 2 مقسومة على 5 لا يمكن، أخذ رقمًا. إذا 22 مقسومة على 5 4، 4 في 5 20، إذا 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 2 0، أنزل الخمسة، 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 2 0، أنزل الخمسة. إذا 25 مقسومة على 5 تساوي 5، 5 في 5 25. إذا 5 ناقص 5 0، 2 ناقص 2 0، إذا الخارج هو 45. إذا عدد القنينات التي يحتاجها الفلاح يوميا هي 45 قنينة. إذا هنا نكون قد انتهينا من الصفحة 26. إلى اللقاء.